المستوى النضالي، العاملات والعمال يعني معروف انهم اكثر من سنتين هذه هما في احتجاجات مستمرة في الشارع وبنفس يعني نضالي انا كحقوقي لا املك الا انني نحييهم عليه. اليوم وصلوا لواحد المرحلة ديال اليأس اللي في الحقيقة لا تبشر بخير، فدخلوا في اعتصام مفتوح يعني ليل نهار. بطبيعة الحال هذه القرارات النضالية أنا ما عندي حتى شي علاقة بها، لأن أنا مكلف بالجانب القانوني والقضائي التي قرر فيها هو المكتب النقابي ديالهم والعاملات والعمال. بطبيعة الحال على المستوى القانوني والقضائي احنا كنا خرجنا للإعلام وعطينا مجموعة ديال المعطيات اللي استمديناها من ملف قضائي اللي حكمت فيه المحكمة التجارية في فاس بالتصفية القضائية ديال شركة سيكوميك، وعطينا مجموعة ديال المعطيات اعتبرناها بأن معطيات خطيرة فيها جوانب عندها تكييف جرمي وفيها مسؤوليات مدنية وتجارية. كنا عطينا هذه المعطيات وخلينا شوية ديال الوقت طريتنا، ما بشرناش المصادر مباشرة بعد ذاك الخروج الإعلامي على أمل أنه مجموعة ديال المتدخلين بما فيهم ممثلي السلطة إلى آخره أنهم يحاولوا ما أمكن، خاصة أن العمال والعاملات على ضوء هذاك المعطيات كانوا صعدوا الحركة الاحتجاجية ديالهم في الشارع. كنا خلينا شوية الوقت على أمل أنه السلطات وكل المتدخلين يعني اللي عندهم دخل في هذا المشكل هذا، لأنه مشكل عنده أبعاد متعددة اقتصادي اجتماعي وكيهم بالأساس السلم الاجتماعي، لأنه أخطر عنصر هو السلم الاجتماعي، لأن راه 650 عائلة هذه ماشي سهلة. فكنا على أدنى أمل على أن الأمور يمكن تمشي لشي حل اللي يضمن لهاد الناس الحقوق ديالهم. صحيح على أننا اليوم فخورين بمسارهم النضالي، ولكن المسار النضالي ماشي هدف في حد ذاته، راه الناس دفعات ما يكفي من الصمود النضالي، ولكن راه خصها توصل للحقوق ديالها اللي يعني غتأمن لها حياتها. الناس راه كاين اللي ضربة 30 سنة فأكثر من العمال، راه كبروا في السن ومصابين بامراض لا تغطيه صحيه لا حقوق اللي كيضمنها لهم القانون، غيلقاو راسهم مشردين هما والاسر ديالهم. هذه امور تتجاوز يعني المسائل النضاليه، هذه حقوق خص الناس توصلها باش نضمدوا هذا الجرح هذا. فما كانش يعني ما كانش شي تقدم في الموضوع، وبالتالي اليوم يعني قبل ايام اضطرينا اننا نمشيو ندقوا باب النيابه العامه. النيابه العامه كمؤسسه قضائيه تمثل المجتمع وتمثل المصالح الحيوية ديال المجتمع، وضعنا شكاية رسمية بكل المتدخلين في هاد الملف هذا بما فيهم الشركة القديمة اللي هي سيكوم واللي هي اللي اشتغلوا عندها هاد العمال اللي 20-30 سنة، وقامت بقام المالكين ديالها وقاموا المسيرين ديالها بعمليات احتيالية استغلوا فيها بعض الثغرات القانونية على أساس أنهم يتخلصوا من هاد العمال. واليوم غادي يلقاو راسهم في شركة تقريبا سورية خاضعة للتصفية القضائية، غادي يمشيو رحنا مشينا للقضاء، رحنا دايرين قضايا نزاعات الشغل للحكم بالتعويضات، ولكن المحكمة غادي تحكم بالتعويضات. وفي نهاية المطاف هاد العمال غادي يلقاو عندهم ورقة في يديهم حكم قضائي ما عندهمش علاش ينفذوا، لأن الشركة خاوية من الأصول ديالها، فرغوها الناس من الأصول ديالها. وهذا الكلام احنا ما كنجيبوش من عندنا، احنا اليوم درنا شكاية عند السيد وكيل الملك، عندنا أمل كبير وعندنا يعني رهان كبير على النيابة العامة، ماشي فقط أنها غتحرك في الملف، أكيد أنها غدير المسطرة القانونية وغادي تصيفطها للضابطة المختصة لإجراء البحث، ولكن عندنا أمل أنها غتوقف على هذا الملف بالسرعة اللازمة، لانه اليوم بعد اكثر من سنتين العمال والعاملات راه وصلوا لواحد المستويات لا يمكن تحملها بشريا. فكان عندنا امل انه الملف اولا يتعطى لفرقه متخصصه، لان هذا الملف فيه مستويات تقنيه وماليه وقانونيه معقده جدا، خاص فرقه اللي كتفهم في جرائم الاموال مزيان. حنا
قلنا بانه كاين جرائم ديال اساءه استعمال اموال الشركه، كاين جرائم ديال التفالس بالتدليس، ولكن انا متاكد لان احنا هضرنا منطلقا من شويه المعطيات اللي كشف عليها الملف ديال التصفيه القضائيه في التقرير ديال الخبره. اما انا متاكد على ان الضابطه القضائيه المختصه الى بحثت مزيان في هذا الملف هذا، راه غادي توصل لحقائق اخطر من هذيك اللي وصلنا لها حنايا. فاليوم كنتكلموا غير انطلاقا من داكشي اللي كاين اليوم رسمي، عندنا تقرير ديال الخبره، المحكمه اعتمدت وصدقت عليه وبنات عليه حكم ديال التصفيه. يعني الان الا كانت شركه سيكوميك تصفى قانونيا، راها هذاك الحكم تاسس على تقرير ديال الخبره. هذاك التقرير ديال الخبره هو اللي قالنا بانه شركه سيكوم والمالكين ديالها هما اللي مسؤولين على تعويض العمال، وانهم هما اللي داروا العمليه الاحتياليه ديال انشاء شركه سيكوميك من اجل انهم يقطعوا العلاقه القانونيه بينهم وبين ذوك العمال ويتخلصوا منهم وما يبقاوش ملزمين بتعويضهم على 20 و30 سنه ديال العمل، التعويضات القانونيه. ايضا هو اللي قال لنا بانه هذيك العمليه دارت باش هذيك الشركه الاصل الاساسي اللي كان ممكن اليوم ينفذوا عليه العمال وياخذوا الحقوق ديالهم اللي هو العقار اللي كيبلغ واحد 5 ديال الهكتار في منطقه صناعيه، هذاك العقار قبل ما ينشئوا الشركه فوتوه لشركه اخرى ديالهم من نفس المجموعه، مجموعه العالمي التازي، فوتوه لنفس المجموعه وكراوه من عندها ب 100000 درهم في الشهر، ومن بعد المسيرين ديال الشركه الجديده ما بقاوش كيخلصوا ديك ال 100000 درهم، وبالتالي هذيك الشركه حصلت على حكم بالافراغ وغتسترجع هذاك العقار. اذا الناس دوزوا العقار خواوه على الشركه باش ما يجيوش العمال ينفذوا عليه، دوزوه باليمن وغادي يسترجعوه باليد اليسرى. كنظن بانه هادشي غير مقبول وما يمكنش نقبلوه في دوله. احنا الان ما كنتكلموش اي بشي منطق اشتراكي ولا شي منطق قر، كنتكلموا بالنظام الاقتصادي وبالسياسه الاقتصاديه اللي غاديه فيها البلاد اللي هي الليبراليه، ما عندنا حتى مشكل. وبغض النظر على مواقفنا احنا كايديولوجيا، احنا ما كنديروش الايديولوجيا، احنا كنهضروا الان في ظل واقع قانوني قائم. هذا الواقع تيقول بان الدوله عندها توجهات ليبراليه ولكنها دوله اجتماعيه، الحكومه كلشي كيصرح على انها دوله اجتماعيه، فبالتالي خاص الان الدوله تقوم وتوقف على هذا الموضوع لانه خطير. وهاد اصحاب رؤوس الاموال اللي كيتلاعبوا بحقوق ديال العمال راه ما كيخدموش الدوله الاجتماعيه، راه كينسفوا الاسس ديالها، كينسفوا الاسس ديال السلم الاجتماعي. بدايه ديال التفويت بدات المشاكل وبدات الاحتجاجات. 5 سنين ديال صندوق الضمان الاجتماعي لم تعد منذ التفويت، 3 سنوات من التغطيه الصحيه لم تعد، وكان الاغلاق في 2017. خرجوا العمال سنة إلى الشارع، من بعد تدخلت وزارة الداخلية وتمت إعطاء دعم بقدر 400 مليون من جهة مكناس ومجموعة ديال والمجلس البلدي لمكناس والجهة فاس على أساس يعاودوا باش يحركوا هذه المؤسسة. لكن كان الهدف أو كان الغرض هو تصفية هذه المؤسسة. فعلا تم التغريق ديالها بالديون، واللي كان صاحب المؤسسة اللي خدا المؤسسة الأول خدا قروض ديال الأبناك ودفعوا هذه المؤسسة للإفلاس. ثانيا أن المؤسسة غلقت في 2021، العاملات العمال لا زالوا في الشارع إلى يومنا هذا، هناك من مات من توفى، هناك من بترت له أطراف، هناك من يعاني من الأمراض المزمنة. إذن في هذا الظل في هذه المدينة للآن أصبحت مدينة منكوبة واللي فيها واحد العدد كبير ديال البطالة زائد 500 عاملة مشردة منذ 3 سنوات، فأنا تطرح كم من سؤال، إلى متى غادي يبقى هذا الوضع الاجتماعي ديال هاد العاملات اللي قدموا سنين، قدموا عطاو لهاد المدينة، ساهموا بالاستثمار، ساهموا بواحد ما هو اجتماعي. يعني هاد الناس هادو راه كانوا تيدخلوا اموال، كانوا يعطوا ضرائب للدوله، كان صندوق الضمان الاجتماعي تيتقطع، كانت التغطيه الصحيه. الان فاش اليوم الناس مرضوا وبغاو صندوق الضمان الاجتماعي بغاو التغطيه الصحيه، ولكن للاسف هاد الناس هادو كلاو هاد الصناديق ومشاو بحالتهم، كلاو الدعم ومشاو بحالتهم، وما كاينش لا حاسب ولا رقيب. اذن الخطوات ديالنا اليوم ما عندناش هاد الشيء هذا تفرض علينا، ما عندناش خيار الا المواجهه والوقوف الى استرجاع الحقوق ديالنا كامله وغير منقوصه. نجدد تاكيدنا على اننا او نجدد تاكيدنا على التضامن والمؤازره
والمناصرة لهؤلاء العاملات والعمال المرميين في الشارع لأزيد من 3 سنين في كل بما يتناسب مع مرجعياتنا، المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، المواثيق الدولية والعهدين الدوليين، وخاصة منها ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة. فنظرتنا إلى هذا الموضوع هو أنه موضوع يعني قضية التي عمرت ما كان لها أن تستهلك كل هذا الوقت لو كانت تدخل من طرف الجهات المسؤولة بما فيهم السلطة المحلية والقضائية والنيابة العامة. اليوم كل شيء كيشوف على مدينة مكناس، كل شيء كيشهد على هذه المعاناة اللي كان عاني مدة 3 سنوات، تقريبا 3 سنوات الآن حنا كنناضلو كنحتجو على الحقوق ديالنا. حنا كنا كنشتغلو يعني كباقي يعني الشركات تا كنتفاجئوا ب يعني انقطاعات ديال الضمان الاجتماعي، التغطيه الصحيه، كاين انقطاعات من الاجور ديالنا، ولكن مع الاسف ما كتاداش للصندوق. يعني داكشي كان فيه شك، ولكن مع ذلك اشتغلنا على اساس كاين حلول، كاين كانت وعودات من المدير، كاين حلول من بعد، كاين ازمه، كاين، ولكن مشينا مده 5 سنوات والاجور كتقطع عندنا، ولكن بدون جدوى وصلنا للباب المسدود اللي هو ولينا كندفعوا الدوسه ديالنا وكيترفضوا لينا. يعني انتما الحق ديالكم مغلق، ما عندكم شيء، وضعيه ديالكم غير مع ذلك شغلنا. حتى كنتفاجئوا المؤسسه كتغلق، تغلقات المؤسسه ما تخلصناش في الاجور ديالنا شهر 10 وشهر 11. شنو غنديروا؟ تسنينا، كانت وعود في الاول يعني احتجينا باب المؤسسه، تجينا في وسط المؤسسه، باب المؤسسه، يعني المؤسسه مغلقه، تجينا باب المؤسسه ما كاينش سبيل للمناقشه، ما كاينش سبيل للحوار. كانت وعود من طرف يعني جهات معينه. المعاناه ديالنا كلشي، الاحتجاج كلشي كيعرفوا، يعني هذا الاحتجاج وهذه المعاناه حنا ماشي اشتهيناها ولا بغيناها، راها معاناه يعني من جسديه ونفسيه هي اكثر. حنا اليوم الابناك راها حجزات على الممتلكات نتاع الناس، ابناك ولات كتصيفط على انها غادي تبيع منازل يعني في المزاد العلني الا ما اديتيش. الناس ما كتشتغلش، خصها تناضل. ما يمكنش كيفاش غادي هذا الانسان يشتغل؟ حتى اللي كيشتغل واحد جوج ثلاثه ديال الاسابيع وكيولي يجي ناضل، لان ما عندوش طرف الخبز. كاين هنايا النساء اللي هما اللي مسؤولين على الاسر ديالهم، هاد النساء اللي مسؤولين على الاسر ديالهم مع الاسف ما كاينش اللي شاف فيهم. يعني ما غنقولش انا عين الرحمه، ولكن فينا هو حق المراه، فينا هو حق الطفل. يعني الاطفال ديالنا ولاو كيعاني، ولاو حتى هما كيعرفوا شنو هي المعاناه، ولاو كيعرفوا شنو هو يعني رب معمل كينصب على العامل، ولاو كيعرفوا شنو هو النصب والاحتيال، ولاو كيسولوا يوميا، يعني ولاو كيحفظوا هاد المعاناه، ولاو كيعرفوها عن ظهر قلب. هاد المعاناه هادي راه ما عندهاش حل واحد، يعني الحق ديالنا، هذا الحق كيكفلوا لنا القانون وكيكفلوا لنا الدستور. حنا ما تنطلبوش شي حاجه، يعني هي رب المعمل فاش كيقرر انه يغلق الشركه ديالو كيتفاهم مع العمال يعني بالتراضي، باش ما كان يا بالقانون يا بالتراضي. هذا حقنا، كيكفلوا لنا يعني القانون، قانون الشغل كيكفلنا هذا الحق هذا. يعني حنا ما كنطلبوش شي حاجه اللي هي صعيبه.